أهلا بكم. يبدو أن بنيامين نتنياهو ينتظر جائزته الكبرى بضم الضفة الغربية المحتلة، فهو يسعى وأعضاء حكومته من اليمين المتطرف إلى ذلك. أقال جالنت وضم ساعر، فحصن بالتالي ائتلافه الحكومي من التفكك والانهيار، منتظرا بطبيعة الحال موعد تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. وفيما تكثف مصر من جهودها لوقف إطلاق النار في غزة وفي لبنان، تنتظر خطط بنيامين نتنياهو وائتلافه الذي يشن حرب الانبعاث أو القيامة على جبهات متعددة، ينتظرون قرار الإدارة الأمريكية الجديدة، الإدارة التي قالت الكثير ولم تكشف من التفاصيل إلا القليل، حددت الأهداف والنتائج ولم تحدد كيفية تحقيقها. أهلا بكم في هذه الحلقة من مصر. فجأة ما سمعنا الصاروخ وطلع، شفنا أشلاء، فجأة الثاني بده يسع فضربه. الاحتلال الإسرائيلي مجرم بتهمة التجويع، كلهم فدا القدس. قاموا بتغريب الأهالي واعتقالات، وقاموا يعني بالطعام بعد البيوت. بصير اقتحامات للمستوطنين، بصير ضرب حجار، تفتيش سيارات. أسف الشاهد بدمه. نبدأ معكم بسارات سريعة لأهم الأخبار. وزير الخارجية المصري يزور بيروت لتقديم رسالة دعم إلى لبنان، ويؤكد لرئيس الوزراء اللبناني استمرار الجهود المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي. خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب اللبناني وقائد الجيش اللبناني، وزير الخارجية المصري يدين استهداف إسرائيل لقوات يونيفيل الدولية، ويشدد على أهمية الاستحقاق الرئاسي اللبناني لتعزيز تماسك مؤسسات الدولة. في ختام زيارته للعاصمة بيروت، وزير الخارجية المصري يصطحب 294 مواطنا مصريا من العالقين في لبنان لإعادتهم إلى أرض الوطن. البيت الأبيض يعلن دعم جهود مصر وقطر في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويؤكد أن القاهرة والدوحة جزء لا يتجزأ من المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. حزب الله اللبناني يعلن استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية وهيئة الأركان في تل أبيب بواسطة المسيرات الانقضاضية. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول إنه لا وقف لإطلاق النار في لبنان، ولن تجرى أي تسوية قبل أن تحقق أهداف الحرب. الخارجية الفرنسية تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي التي تدعو إلى ضم الضفة الغربية لإسرائيل، وتؤكد أنها تتناقض مع جهود وقف التصعيد في المنطقة. خلال كلمته بقمة المناخ COP29 في باكو، رئيس الوزراء المصري يؤكد أن الدول الإفريقية تواجه تحديات كبيرة لتوفير التمويل المناسب للتعامل مع التغيرات المناخية. أهلا بكم من جديد. الجرائم الإسرائيلية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية وحتى في لبنان أظهرت الاحتلال على حقيقته كقوة غاشمة تنفذ أبشع جرائم الإبادة الجماعية ضد الأطفال والنساء والشيوخ. أزمة كبرى بين تل أبيب والاتحاد الأوروبي بعد أن رفضت استقبال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مؤخرا بسبب انتقاداته للجرائم المتواصلة منذ أكثر من عام. ومع بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر، وجه جوزيب بوريل انتقادات قوية ضد الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، خاصة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بنغفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش.
وطالب بوريل بفرض عقوبات عليهما بسبب تصريحات الكراهية ضد الفلسطينيين. كذلك انتقد بوريل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومحاولات فرض السيطرة عليها، وأكد أنها تعطل مسار حل الدولتين بل تجعل هذا الأمر مستحيلا، ودعا إلى فرض عقوبات واسعة لوقف اعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين. وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة، أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالتغييرات التي طرأت على حدود عام 67 ولا بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. كذلك أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عملية تفجير أجهزة الاتصال في لبنان والتي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا، وأكد أن الهدف وراء تلك الهجمات هي نشر الرعب في لبنان. أيضا بوريل شدد أن تصاعد التوتر في المنطقة يتطلب حلا عاجلا، وأن الاتحاد الأوروبي سيواصل بذل قصارى جهده. كذلك طالب بتحقيق مستقل بشأن الأحداث الأخيرة. تنتهي ولاية الإسباني جوزيف بوريل على رأس مفوضية السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ديسمبر المقبل، وسط مخاوف من أن يترك فراغا سياسيا فيما يتعلق بدور أوروبا في الشرق الأوسط. استمرار الجرائم الإسرائيلية في المنطقة من المؤكد أنه سيؤدي إلى تآكل أي دعم لإسرائيل من قبل حلفائها، ويجعل من إسرائيل عرضة للعزلة وسط المجتمع الدولي في ظل تصفية القضية وكذلك مخاطرة غزة والأراضي في الضفة الغربية. عاد ملف ضم الضفة الغربية المحتلة من جديد إلى واجهة الأحداث المتسارعة في الحرب الإجرامية التي يشنها جيش الاحتلال في كل من غزة ولبنان، وارتبطت عودة الملف بعودة المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية على منافسته الديمقراطية كاميلا هاريس. تصريحات وتسريبات تخرج من أروقة الحكومة الإسرائيلية تؤكد نيتها استغلال عودة ترامب لتنفيذ خطتها بضم الضفة والسيطرة عليها. بدأها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلائيل سموتريتش، الذي اعتبر أن إعادة انتخاب ترامب يشكل فرصة مهمة لضم الضفة الغربية، وقال إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية اللتين تتبعان وزارة الدفاع لإعداد كل ما يلزم للسيطرة على الضفة المحتلة. وتزامناً مع ذلك، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أيضاً عن شهادات وتسجيلات تظهر استيلاء وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بنغفير على جهاز الشرطة، كما تظهر تحريض بنغفير مقربيه على تصعيد الاستفزاز وتفجير الوضع ضد الفلسطينيين والعرب وفي المسجد الأقصى. الأمر لا يقتصر على سموتريتش والتيار اليميني المتطرف، وإنما يشمل أيضاً حكومة بنيامين نتنياهو المنخرطة في خطة سرية من أجل تعزيز السيطرة على الضفة الغربية بدون اتهامها بعملية ضم جديدة بشكل رسمي. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو تأكيده في محادثات مغلقة ضرورة إعادة قضية ضم الضفة لجدول أعمال حكومته عند تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهامه مطلع العام المقبل. التصريحات والتسريبات الإسرائيلية تؤكدها الوقائع والتطورات التي يجري تنفيذها على الأرض في غزة وفي كل الأراضي المحتلة، وتستهدف إجهاض أي محاولة لإقامة الدولة الفلسطينية، تلك التي تعارض تل أبيب إقامتها علناً وصوتت على قرار رفضها داخل الكنيست
في خطوة تكشف عن نزعتها المتطرفة وإجهاضها أي محاولة للهدوء والاستقرار في المنطقة، كما تؤكدها أيضاً حقائق التاريخ وجرائم الاحتلال المتكررة منذ عام 1948 وصولاً إلى حرب الانبعاث بحسب وصف نتنياهو، والهدف هو إلغاء الوجود الفلسطيني واستكمال احتلال فلسطين كل فلسطين. أكد البيت الأبيض دعمه لجهود كل من مصر وقطر في وقف إطلاق النار في غزة، وأشار أن القاهرة والدوحة هما جزء لا يتجزأ من المفاوضات بين الفصائل وإسرائيل. أشار بيان البيت الأبيض أنه يجرى مناقشات مع الإسرائيليين لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، فضلا عن دعم جهود وقف إطلاق النار. أرحب بضيوفي الكرام من القاهرة، الأستاذ إيهاب عمر الكاتب الصحفي بصحيفة الأهرام المصرية، وأرحب بضيفي من رام الله اللواء واصف عريقات الخبير العسكري الفلسطيني، وأيضا أرحب بضيفنا من بيروت سادة العميد بالوجي. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام. وربما أبدأ يعني مع السيد إيهاب عمر، يعني برأيك كيف ترى أو تقرأ هذا البيان الصادر من البيت الأبيض الآن؟ تحياتي لحضرتك وللسادة الضيوف والسادة المشاهدين. يعني بعد الهزيمة النكراء للحزب الديمقراطي في 5 نوفمبر الحالي، ويعني نحن بصدد طي صفحة جيل كامل من الحزب الديمقراطي، فما تبقى من أسابيع لحكومة الديمقراطيين بقيادة جو بايدن وكمالا هاريس سوف يسعيان إلى تحسين صورة هذه الحكومة والحزب الديمقراطي في نظر الأمريكان بعد الهزيمة التي جرت، الهزيمة الانتخابية، وبالتالي سوف يكون هناك دعوة وتحرك في ملف فرض السلام أو الوصول للتسوية أو الوصول لوقف إطلاق النار مرة أخرى، مع أنه في واقع الأمر الولايات المتحدة الأمريكية ما كانتش جادة طيلة العام والنصف الماضيين، ولا بالعكس يعني كانت أي تعنتات إسرائيلية في هذا الملف كانت بأوامر من الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه يعني أنا ضد فكرة أن إسرائيل عصية على الولايات المتحدة الأمريكية أو الأمريكان غير قادرين على السيطرة على تل أبيب أو نتنياهو أو ما إلى ذلك، كلها لعبة تبادل أدوار على صعيد الإعلام، ولكن إسرائيل تنفذ أجندة أمريكية خالصة، هي الولاية الأمريكية رقم 51. فإذا نظرنا إلى هذا البيان هي محاولة من حكومة جو بايدن فيما تبقى لديها من أسابيع لتجميل وجه الحزب ووجه حكومته ووجه هو شخصيا عن طريق البدء مرة أخرى في المفاوضات والوساطات، وهم في الأساس هم الذين عرقلوا الوساطة المصرية والقطرية ووقفوا ضد المبادرة المصرية في أكثر من مرة، وحتى حينما احتضنت قطر في الدوحة هذه الاجتماعات أيضا كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي من تفسد هذه الأمور بترك حبل على الغارب لدولة الاحتلال وضع العراقيل الخاصة في هذه الاجتماعات. فختاما يعني لهذا السؤال، هو الفكرة في واقع الأمر أن ما تبقى من أسابيع لجو بايدن هو مكلف بأنه يعيد إحياء عملية السلام وأنه يجمل وجه حكومة الحزب الديمقراطي، أن في جيل جديد من الحزب الديمقراطي بيتم إعداده بعد ما وصل الحزب إلى هذه الهزيمة على إيد النخبة الموجودة حاليا، إن كانت معسكر كمالا هاريس ولا مجموعة بيرني ساندرز أو العائلات الديمقراطية اللي سيطرت على الحزب بقالهم 16 سنة زي عائلة باراك أوباما وجو بايدن ونانسي بيلوتسي وبيل كلينتون. طيب سيد لو أوصف رقات، يعني كيف ترى يعني هذا التصريح، وهل بالفعل الولايات المتحدة الآن أو الإدارة الديمقراطية التي تسير الأعمال حتى يناير المقبل، هل ترى بأنها قد تكون قادرة على فرض رؤية أو طرح ما هو جديد فيما يتعلق بالتسوية في الأزمة الفلسطينية حتى على الأقل؟ تحية لك وللمشاهدين كافة وللضيوف الأعزاء. يعني أعتقد يعني حينما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية نعود بالذاكرة لليوم الأول حينما جاء الرئيس بايدن وقال لو لم تكن إسرائيل موجودة لا أوجدتها، ووزير الخارجية بلينكين قال أنا جئتكم كصهيوني، ووزير الحرب جاء ويعني جاء محملا بأكثر من 300 طائرة
من القذائف وكل متطلبات الأدوات القتالية للجيش الإسرائيلي، ودعموهم بالأموال ودعموهم بالمحافل الدولية. فبالتالي هزيمة الكيان الصهيوني اعتبرت هزيمة للرئيس بايدن تحديدا وللأمريكي بشكل عام، وليس فقط للحزب الديمقراطي، لأنه هذا الكيان الصهيوني هو صنيعة الغرب وصنيعة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو القائد المتقدم لهم وهو الذي أدى خدمات لهم. فبالتالي هم أرادوا أن ينقذوا هذا الكيان الصهيوني، ولكن تبين لهم أنه كل هذا الدعم وكل هذه الإسناد، وعلى مدار 404 أيام حتى اليوم الجيش الإسرائيلي لم يستعيد قوة ردعه. فالخلاف بينهم ليس على يعني ليس إنسانية على الفلسطينيين، وإنما هم خوفا على الكيان الصهيوني وعلى الجيش الإسرائيلي، على الجيش الإسرائيلي، لأنهم يشعرون أن الجيش الإسرائيلي الذي هزم في 17 بعد عملية طوفان الأقصى، وما زال حتى الآن بعد أن انطلق بعشر فرق عسكرية تناوبت على قطاع غزة، كلها شاركت في القتل، ويعني هناك 150 ألف شهيد وجريح، تدمير 80% من البنية التحتية، 2 مليون فلسطيني الآن يعيشون بالشوارع، هناك عذاب للشعب الفلسطيني، وكلها تحت عنوان محاولة يعني تصحيح كما قال نتنياهو، تصحيح ما أخطأ به أسلافه، يعني بنغوريون منذ بنغوريون حتى الآن، بمعنى أنهم لم يقتلوا الشعب الفلسطيني ولم يهجروا كل الشعب الفلسطيني للخارج، أراد تهجير الشعب الفلسطيني، وحينما يعني صمد الشعب الفلسطيني ولم تنكسر إرادته ولم يرضخ لهذه الرغبة لنتنياهو بأن يهاجر، وكان دفع باتجاه يعني كان دفع جدي من قبل نتنياهو حينما قال للجيش الإسرائيلي اذهبوا وقاتلوا واقتلوا العمليق، ورئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرسوغ قال نقتل الفلسطينيين لأنهم فلسطينيين. فبالتالي الإسرائيلي مجمع على قتل الفلسطيني أو تهجيره خارج قطاع غزة أو حتى الضفة الغربية، والولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسها بايدن يريد لهذا الجيش ويريد لهذا الكيان الصهيوني أن يحقق أهدافه، ولكن صمود الشعب الفلسطيني والخسائر التي مني بها ويمنى بها يوميا الجيش الإسرائيلي، حيث أنه استعصى عليه تحقيق أهدافه، يعني سواء كانت الأهداف المعلنة أو الأهداف الغير معلنة. نعم، أيضا يعني الإخفاق في تحقيق الأهداف ليس فقط في قطاع غزة ولا في الضفة، إنما يتجلى بشكل كبير في لبنان، يعني ولعل اليوم ما حدث سيسارة العميد مارسيل بالوجي الخبير الاستراتيجي والعسكري اللبناني واضح من مدى الصواريخ الطويلة التي استهدفت مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية وعدد من المواقع في العمق الإسرائيلي، يدل على فشل هذه الاستراتيجية. ولكن برأيك هل يمكن أن نقول بأنه قد تكون هناك بارقة أمل الآن في التوصل لوقف إطلاق النار؟ هناك محادثات كثيرة جدا، هناك سواء تحدث في واشنطن أو حتى في المنطقة، هل تتوقع بأن يكون هناك وقف لإطلاق النار قريبا في الجنوب اللبناني؟ مساء الخير لحضرتك ولضيوفك وللمشاهدين الكرام. من الممكن التكلم عن وقف إطلاق النار بلبنان. وقف إطلاق النار ما زال غير ناضج، والأهداف كثيرة متباعدة بين الطرف العدو الإسرائيلي والمقاومة اللبنانية في لبنان. أن العدو الإسرائيلي مطالبه للوقف إطلاق النار عالية الشروط، كأنه منتصر بالمطلق، مع أنه المقاومة ما زالت تحقق أهداف الحرب الإسرائيلية أكاد في شمال إسرائيل، إرسال المسيرات والصواريخ، وأما بالمناورة على الحدود اللبنانية ما زالت نشيطة وتقوم بالرغم من القدرات الضعيفة قليلا، ضربات قاضية ليادات والاغتيال والجوي والاجتياح الجوي للبيئة اللبنانية الحاضنة للمقاومة، ضربة عنيفة كالتي جرت بغزة. لكن السيطرة القوية للعدو الإسرائيلي بالحرب بسبب أهدافه للديموغرافية، للنقل السكاني كما يحصل بشمال غزة وبجنوب لبنان، مشكلة كبيرة على المدى الطويل، ستؤثر وتخلق أرض محروقة في الجنوب اللبناني، بحاجة إلى إعادة تقييم للأهداف. بالرغم من سيطرة التكتيكية والعسكرية
للمعركة للمقاومة تبقى السيطرة بالحرب للعدو الإسرائيلي بسبب أهدافه الضخمة والتهجير اللبناني، وبحاجة اللبناني نحن اللبنانيون بحاجة إلى ميزان لنحدد المعادلة بين القتال العسكري والتهجير الذي يحصل بلبنان أو حصل في غزة، وأن شروط إطلاق النار أن يطلب الإسرائيلي أن تكون الوصاية دولية تمس بالسيادة اللبنانية، المس بالسيادة ما في دولة بترضية، وبالإضافة يطلب العدو سيطرة جوية وتدخل جوي عند الحاجة عند خرق الدفاع، كما هذا ينافي قرارات الدول وكل الدول المستقلة. لذلك الشروط ما زالت متباعدة، وما ننسى نحن لبنان الحرب دولية من حرب إسرائيلية، كان ضيفك الكريم عم يحكي حكومة الديمقراطية خلقت هالحرب ومولتها وجسر جوي، ولكن الحرب عندها أربع مسارات تساوية الأهداف، مش دعموا إسرائيل بالأموال كذا دول عربية وغربية وأمريكية مش لتنتهي في المسار اللبناني لوحده أو بالمسار الفلسطيني بغزة. إن الحرب أهدف الأساسي إيران المفاعل النووية، إذا ما وجدوا حل المفاعل النووية الشروط الإسرائيلية اللي بتصر على يا اتفاق على المفاعل النووي أو ضربه بتغطية أمريكية وغربية، بالإضافة إلى التطبيع مع الدولة السعودية معالجة قضية اليمن وقضية لبنان والحوثيين تطلب قبل التطبيع تطلب معالجة هذه الملفات. هذه الأربع ملفات الإيراني السعودي الغزة ولبنان بيصيروا بالتساوي لوقف إطلاق قبل معالجة هذه الأهداف وإيجاد بعض الحلول. طيب يعني حتى في ظل هذه الأجواء، ولكن التضامن رأيناه بالأمس في القمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض، كذلك اليوم ما رأيناه من زيارة لوزير الخارجية المصري لبيروت وتأكيده عقب لقائه مع سيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني على دعم لبنان والوقوف إلى جانب لبنان حكومة وشعبا. نستمع إلى هذا المقطع ثم نعود للأستاذ إيهاب عمر للتعقيب. الأولوية الأولى في كل التحركات المصرية وفي كل الجهد المصري المبذول على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي هو بلا شك مسألة وقف إطلاق النار، باعتبار أنها الأولوية الأولى. وقف العدوان، وقف إطلاق النار هو أولويتنا، وبدون أي شروط أيا كانت. بالتأكيد تحدثت أيضا مع دولة الرئيس حول المسائل الأخرى المرتبطة بالنزوح وأهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي. الذهاب، ما تعليقك يعني على أولا على هذه الزيارة والرسائل التي بعث بها وزير الخارجية المصري اليوم إلى لبنان؟ يعني أنا شايف إن دي أهم زيارة المسؤول مصري إلى الجمهورية اللبنانية منذ عام 96 على وجه التحديد، لما الرئيس السابق حسني مبارك زار لبنان، لأن الزيارة اللي قام بها السيد الوزير النهاردة ما كانتش زيارة يعني ذاهب للقاء نظيره أو حتى أن يكون في رسائل معينة بس، ولكن هو قابل كافة أركان الدولة اللبنانية الرسمية. صحيح. كنا نتحدث عن الرئيس نبيه بري أو الرئيس نجيب ميقاتي وأيضا السيد قائد الجيش. صحيح. فبالتالي في هنا نوع من انواع الوساطه او المبادره المصريه، وعاده القاهره لا تلجا للشو، يعني احنا مش بنروح واحنا رايحين لوساطه بنعلن التفاصيل وبنقعد نتكلم في التفاصيل نفسها، لكن احنا بنتكلم انه او بنتحرك الاول وبنخلي النتائج تتحدث عن المجهودات المصريه. فالنهارده واضح ان الزياره وراها مبادره مصريه لحلحله الموقف في لبنان، واكيد اكيد يعني اول بند فيها هو تسميه عاجله لرئيس الدوله او رئيس الجمهوريه، هذا المقعد الشاغر حتى الان، لان وجود رئيس للدوله هيحرك بقيه المياه الراكده في لبنان. يعني احنا بنتكلم ان الحكومه حاليا حكومه تصريف اعمال ومقعد رئيس فارغ، فبالتالي ما فيش مسؤول معاه صلاحيات في لبنان حتى يعني تقريبا هو السيد الرئيس نبيه بري. فدي اهميه هذه الزياره.
بس في هذا الإطار احنا لازم برضو نبقى علينا على فكرة التعاطي الأمريكي مع المبادرة المصرية أو التحركات المصرية، لأنه في بعض الأحيان بيبقى العرقلة جاية مش جاية من طبقات تقطع، مش هيكون أطراف لبنانية، ولكن زر زي كده هيبقى في أطراف إسرائيلية بدفع أمريكي في لمحاولة لقطع الطريق على الوصول لحل، لأن هم الغرب عموما بيستثمر. وهو ما حدث اليوم يعني أستاذ إيهاب، يعني تصديقا لما تقول حينما يخرج وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ويقول وهو بجوار رئيس الأركان الإسرائيلي بأنه لا وقف الحرب حتى تتحقق الأهداف ويتم نزع سلاح حزب الله، يعني هذا أمر حتى تفاجأ منه رئيس الأركان الإسرائيلي. وبالمناسبة ده هيبقى رد أو رؤية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. يعني أنا عايز بس أوضح أن فكرة أن يعني يمكن أن أتفائل ألف عام بخصوص دونالد ترامب في كل قضايا العالم ما عدا الشرق الأوسط، يعني هو سوف ينهي الحرب الأوكرانية وسينهي خلاف أمريكا مع روسيا والصين بقدر الإمكان، ويمكن أن يذهب إلى معاهدة سلام مع كوريا الشمالية، كل هذا يمكن أن أصدقه وأتفائل به. ولكن فيما يتعلق بالشرق الأوسط الأمر مختلف عن حالة التفاؤل التي جرت في الفترة الأخيرة. طيب. لأن فريدريك ترامب ولد دونالد ترامب كان من أهم المتبرعين لليهود في ولاية نيويورك، كان هو من يعني ربى بنيامين نتنياهو في الفترة اللي كان فيها نتنياهو مقيم فيها في أمريكا شابا ثم مندوبا لإسرائيل في الأمم المتحدة ومجلس في الأمم المتحدة عفوا. فبالتالي رؤية ترامب، واحنا عارفينها من الولاية الأولى، انه هو ملك الاعتراف بالأمر الواقع، طالما إسرائيل في يديها القدس اعترف بسيادتها على القدس، طالما إسرائيل يديها على الجولان السوري اعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري، واعتقد انه هو سوف يذهب للاعتراف ايضا بولاية بسيادة إسرائيل على الضفة الغربية بمستوطناتها وبكل ما يقوم به الاحتلال في الضفة. طيب استاذ لواء واصف، يعني هل تتفق مع رؤية الأستاذ إيهاب، يعني خاصة إذا ما وضعنا أيضا بجانبها التصريحات الإسرائيلية بأن عام 25 هو عام السيادة الإسرائيلية على الضفة، يعني كما قال سموتريتش، هل توافق على هذا الرأي أو هذا الشعور؟ يعني الرغبات شيء والقدرة على تنفيذها شيء آخر. أكيد. هذا ربما مع شعب غير الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني ومنذ العام 1948 وهو تحت الاحتلال الكامل، يعني تناوب على هذا الشعب الفلسطيني عصابات شتيرن وهاغانا والأرجون، والآن العصابات الحديثة ما تسمى بالجيش الإسرائيلي وعلى رأسهم نتنياهو والجفير وسموتريش. يعني إذا كان قطاع غزة 404 أيام وتناوبت عليه 10 فرق عسكرية وحتى اليوم لم تستطيع السيطرة والثبات على متر واحد، تخوض حرب متحركة، وأنا كنت ضابط في جيش عربي قاتلت في حرب 67 73 82 78 وكل المعارك مع الجيش الإسرائيلي، وكنا يعني نعرف تماما قدرات الجيش الإسرائيلي في مواجهة الجيوش، ولكن نشاهد الآن قدرات الجيش الإسرائيلي في مواجهة المقاومة. كيلومتر الآن في شمال قطاع غزة فرقة كاملة، الفرقة 162 بخمسة ألوية لها من نخبة النخبة غير قادر على السيطرة. بالأمس كان هناك 10 عمليات نوعية في معسكر جباليا في مساحة كيلومتر مربع واحد. الضفة الغربية منذ العام 2002 بعد عملية السور الواقي وهي ملتهبة، وهناك صحيح إمكانياتنا متواضعة، لا يوجد فيها مقاومة، لا يوجد فيها معدات قتالية كما هي في قطاع غزة، ولكن فيها شعب عظيم، فيها شعب عظيم صابر وصامد. أخي نحن نعيش تحت الاحتلال في الضفة الغربية. فبالتالي ستتوقف، يعني تتوقع أن تنكسر هذه الرغبة الإسرائيلية حتى وإن وجد الظهير أمريكي أمام صمود الشعب الفلسطيني على الأرض؟ يا سيدي الولايات المتحدة الأمريكية ما هي راحت على فيتنام، ما هي أقوى من إسرائيل مليون مرة، وهزمت في فيتنام، وذهبت إلى أفغانستان وهزمت في أفغانستان، وذهبت إلى لبنان وهزمت في لبنان. من هزمهم في لبنان؟ مكانة المقاومة الفلسطينية، فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية في عام 1982 ما جاءت مع إسرائيل، وكنت في حينها قائد لسلاح المدفعية، وحصرنا 88 يوم. كانت إسرائيل ليست لوحدها، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وانسحبت مهزومة. فبالتالي نحن نتحدث عن وقائع تاريخية. يعني صحيح أن ترامب يعني يتحدث بعنجهية والجيش الأمريكي، ولكن هناك أيضا هناك شعوب وهناك مقاومة وهناك إرادة
يعني أثبت المقاومين الفلسطينيين والمقاومين اللبنانيين عبر 404 أيام بأن التفوق في المعدات القتالية لا يعني التفوق في الميدان. أكيد. التفوق في الميدان هو للإنسان الذي يملك الإرادة، يملك الشجاعة. يعني لاحظ أخي العزيز، السلاح المصنع في داخل قطاع غزة، الصاروخ الذي عاد تدويره في قطاع غزة يفجر دبابة ميركافا ثمنها 5 ملايين دولار، يعني 100 دولار مقابل 5 ملايين دولار. فبالتالي نحن نتحدث عن معادلات. أنا أعتقد أن الجيش الإسرائيلي اليوم ليس الجيش الإسرائيلي كما كان عليه لا بال 67 ولا بال 73 ولا بال 82 ولا غيره. اليوم اليوم المسيرات اللبنانية تضرب وزارة الحرب الأكثر، الموقع الأكثر أمانا في 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 تل أبيب. رئيس الوزراء نتنياهو يقول للمحكمة: لا أريد أن آتي إلى المحكمة خوفا من مسيرات وصواريخ حزب الله أن تقصف من يتواجد في المحكمة، لأنه ضرب بيته في قيسارية. اللواء الجولاني كان مجتمعا في تل أبيب وذهب أكثر من 70 قتيل وجريح بمسيرة من. فبالتالي اليوم لا يوجد نقطة آمنة في داخل الكيان الصهيوني. إذن عن ماذا يتحدثون؟ طيب اسمح لي برضو يعني استمرارا لهذه الجزئيه مع سيد العميد مارسيل بالوكجي، يعني فكره ما اعلنه اسرائيل كاتس يعني اليوم، وحتى صدم منه هيرتزي هاليفي رئيس الاركان الاسرائيلي حينما قال بانه لابد من نزع سلاح حزب الله، هذه نقطه لم تكن موضوعه اسرائيليا حتى في بدايه الحرب. برأيك يعني هل هذا فقط يعني على سبيل التمويه، على سبيل رفع سقف المطالب الإسرائيلية قبل أي وقف لإطلاق النار أم ماذا؟ طبيعي سيد الكريم وضيوفك، بيحطوا عم بيعلي السقف كتير ليوصلوا بالوقف إطلاق النار بالمفاوضات، تدوير الزوايا حول الصواريخ النوعية. نزع سلاح المقاومة يتطلب جهد كبير وتدريجي، سيكون ما بيكون هيك بوقف اطلاق النار دغري فورا. المطلوب اولا حسب وقف اطلاق النار الان ليس نزع السلاح اكثر ما انه العوده الى ما وراء الليطاني وتوقيف الصواريخ النوعيه لحمايه شمال اسرائيل وعوده قوات المقاومه كما ذكرت الى شمال الليطاني، احدى الاهداف الاساسيه. لكن المشكله الاساسيه هلا بوقف اطلاق النار مش هالبندان، تم الاتفاق بين العدو الاسرائيلي والمقاومه والموافقه على هذا الشرطين. المشكله الاساسيه باليه تنفيذ هذه القرار، لانه سبق بالماضي ب 2006 تموز لم تحترم هذه الاليه ولم تنفذ وادت الى هذه الحرب. هلا المطلوب الان امداد قوات حزب الله واليه، منع الامداد من سوريا بواسطه ضغط روسي او على ضغط على ايراني، والمطلوب آلية تنفيذ القرارات كافة، ونزع السلاح يكون بخطوة لاحقة تقرر بين الأطراف. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيادة العميد مارسيل بالوكجي الخبير العسكري اللبناني من بيروت، وكذلك الشكر موصول للواء واصف رايقات الخبير العسكري الفلسطيني من رام الله، وكذلك أشكر ضيفي من القاهرة الأستاذ إيهاب عمر الصحفي بصحيفة الأهرام المصرية. شكرا جزيلا لكم ضيوف الكرام. مع استمرار الحرب الإسرائيلية على كل من غزة ولبنان، تتجه الأنظار إلى الولايات المتحدة، حيث يمضي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في اختيار مسؤول إدارته المقبلة، وسط ترقب عالمي لاختيارات ترامب وتوجهات واشنطن في السنوات الأربع القادمة. بولاية ترامب الثانية في البيت الأبيض تترقب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحذر مسارات سياساته المتوقعة تجاه الشرق الأوسط، وتأمل في الحصول على المزيد من الدعم الأمريكي الكامل في حربها التي تشنها على قطاع غزة ولبنان وتصعيدها العسكري في أماكن أخرى. رغم أن ترامب لم يكشف النقاب عن سياساته المرتقبة غير تعهده بإنهاء الحرب في غزة ولبنان وإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة دون أي تفاصيل.
وإزاء هذا الوضع تستعجل إسرائيل الحسم العسكري في غزة ولبنان قبل وصول ترامب للبيت الأبيض. ففي غزة وسع جيش الاحتلال من توغله البري في شمال القطاع بفرض مخططات قصرية بقوة النيران والتدمير بهدف تهجير السكان وإحداث تغييرات جذرية على الأرض. أما في لبنان فتواصل آلة القصف والقتل الإسرائيلية عدوانها، مستهدفة أيضاً تدمير مقومات الحياة في قرى وبلدات الجنوب اللبناني، كما تستبق تصريحات مسؤولي الحكومة الإسرائيلية ما ستكون عليه توجهات واشنطن المقبلة مع ترامب. فوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس أكد معارضته لوقف إطلاق النار في لبنان، وقال إنه لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار، ولن تكون هناك تهدئة مع لبنان حتى تحقيق أهداف الحرب والقضاء على حزب الله. ووسط تسارع الأحداث جاءت أيضاً تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش بضم الضفة الغربية المحتلة قائلاً إن العام القادم سيكون عام بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مضيفاً أن فوز ترامب سيعجل بتحقيق هذا الهدف. جدل كبير أحدثه فوز دونالد ترامب بفترة رئاسية ثانية، وتتباين الآراء بين من يرى أنه سيكون كما كان خلال ولايته الأولى وبين من يؤكد أن هناك ترامب جديداً يناسب الوضع القائم حالياً في واشنطن والمنطقة والعالم. وبالتالي تترقب منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وخصوصا شرق أوروبا موعد تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير المقبل. ووفقا لتصريحات ترامب خلال الانتخابات، تعهد بالعمل على إنهاء كافة الحروب سريعا وفي صدارتها الحرب الروسية الأوكرانية. ينضم إلينا من موسكو السيد ألكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي السابق. سيد ألكسندر مساء الخير، أهلا بك. يعني كيف رأيت يعني هذه البداية من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وأنه ربما وفقا للتسريبات بأنه تحدث اليوم مع الرئيس الحالي بايدن عن الحرب الروسية الأوكرانية وضرورة وقف هذه الحرب، كيف تتلقى موسكو يعني هذه الإشارات من البيت الأبيض؟ يبدو أن ترامب يعتبر حرب في أوكرانيا هذا حرب بايدن، فبالتالي شيء طبيعي أنه قال أنه ما بده استمرار لهذه الحرب. فهذا الجانب ممكن نعتبره إيجابي، ولكن بتواضع. وبوتين تحدث بالموضوع، قال أنه لا يعرف شو بصير، ماذا سيحدث، ولكن طموحات ترامب ممكن نعتبرها إيجابية. ولكن المهم ليس التصريحات عامة، بل بالفعل أنه كيف سوف يتصرف ترامب أو إدارة ترامب في موضوع الحرب على الساحة الأوكرانية. وهنا شايفين أنه تسريبات مش لا تبشر بالخير، ليست مشجعة للإيجابيات. أي تسريبات تقصد سيد زبسكين؟ أنا أقصد التسريبات، أشار إليها بالمناسبة اليوم وزير لافروف، أنه بدهم تجميد بخطوط بالجبهة وبعض الأشياء الأخرى، مثل مثلا عدم انضمام إلى ناتو خلال 20 سنة أو حتى المنطقة عازلة، منظومة السلاح والدخول القوات الأجنبية، كل هذا مرفوض من جانب روسيا. ومثلا الموضوع التجميد بالنسبة لنا شيء سلبي، لأنه روسيا تريد التسوية النهائية بيكون مضمون لروسيا، هذا أهم شيء،
أوكرانيا لن تكون في المستقبل بالموقف العدائي. ولكن البعض حتى أنا عذرا للمقاطعة، البعض قادر أنها في هذا إشارات ربما لحلحلة هذه الأزمة أو لبداية جادة للمفاوضات قد يرعاها ترامب مثلا نظرا للعلاقة الوطيدة مع الرئيس بوتين. موضوع العلاقة بين ترامب وبوتين غير وارد لدينا. هناك هذا البروباغاندا الغربية تركز على هذا الموضوع. بالنسبة لنا أهم شيء ثوابت للموقف الروسي. وأنت أشرت إلى تفاوض. طيب. رسميا روسيا الموافقة على تفاوض، ولكن عمليا أنا أظن أن تفاوض بين نظام روسي ونظام أوكراني مستبعد، لأن طبيعة الأنظمة النظامين مختلفة تماما، مش مختلف بس متناقضة. ممكن نتحدث طويلا ابتداء من الرؤية التاريخية لهذه العلاقات إلى اليوم. فلذلك دون التغييرات الجذرية في داخل أوكرانيا في المجتمع في الفئة السياسية وإلى هذا أظن أنه ما فيش فائدة لتفاوض، والحسم العسكري لا يزال مطروحا. هناك شيء آخر، أنه هناك شروط معروفة الروسية، وكذلك معروف المواقف لزيلينسكي، فكل هذا متناقض، فما فيش هناك القسم المشترك أبدا ولا بند واحد، ما فيش. إذا كان هناك تعيين للمندوب الممثل للإدارة ترامب وهو يتجول بين العواصم، أنا لا أعرف مدى الإمكانية احتمال لنجاحه، لكن لا أتوقع ذلك. والشروط الروسية هي جوهرية ومرتبطة بيل يعني مثلا أربع مناطق بالدستور أصبحت روسية، أو مثلا المستقبل للجيش الأوكراني، هذا شيء جوهري. فبالتالي أنه الآن لم يتغير شيئا النتيجة بالنسبة لنا نتيجة لانتخاب ترامب. لكن سيد ألكسندر، يعني البعض يقول بأن الآن أوروبا تنظر بقلق شديد لنوايا ترامب في التعامل في الأزمة الروسية الأوكرانية. يعني قد يكون هذا عامل ضاغط أكثر على أوروبا وعلى أوكرانيا بالتحديد برأيك؟ نحن شايفين هذا المخاوف الأوروبية، ولكن من ناحية أخرى هم يريدون الآن استغلال هاي الشهر وشوي المتبقي لتصعيد، وهذا شيء خطير جدا. الآن الأشياء كثيرة تتوقف على موقف إدارة بايدن في آخر أيامها. الأوروبا مصرة على تصعيد مثل مثلا إرسال الصواريخ لعمق روسيا، أو التسليم أكبر ما يمكن من أكثر من ما يمكن من سلاح لأوكرانيا. وما أكدوا بلينكين اليوم. نعم، عشان يكون ترامب يجي للوضع أنه صعب جدا تراجع عنه وتحويل الأوضاع إلى التفاوض إلى تسوية سياسية. فلذلك اليوم هذه المخاوف الأوروبية هي خطيرة جدا، لأن هي تهدد بيئة التصعيد والانزلاق إلى شيء أكبر مما هو اليوم. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم من موسكو السيد ألكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي السابق، شكرا جزيلا لك.
حول السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والتداعيات على الاقتصاد العالمي، ينضم إلينا من القاهرة دكتور محمد باغا أستاذ الاقتصاد. دكتور محمد مساء الخير، يعني أهلا وسهلا بكم. كيف ترى مبدئيا يعني هذه التطورات في المسألة المتعلقة بانتخاب دونالد ترامب، وهناك ربما تحركات رأيناها حتى في البيتكوين الذي وصل إلى مستويات قياسية لم يكن قد وصل إليها خلال السنوات الطويلة الماضية، برأيك كيف سيستجيب الاقتصاد أولا الأمريكي ثم بالتالي الاقتصاد العالمي في قادم الأيام؟ مساء الخير يا فندم. حضرتك كل المشاهدين، هو طبعا بقدوم الرئيس دونالد ترامب فنتوقع طبعا إعادة إحياء للسياسات الاقتصادية الاستثمارية التي حدثت منذ سنوات هو تقلد فيها حكم الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي انعكاسات هذا الخبر السياسي ستكون على واقع اقتصادي أتصور أنه هيكون في نشاط للاقتصاد العالمي بشكل كبير جدا. أتصور أنه تداعيات اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو رجل أعمال في المقام الأول بالاقتصاد الأمريكي الداخلي هيحدث نوعا من الهدوء والاستقرار النسبي في السياسات العالمية، وبالتالي هتقدر الدول يعني نقولها كده أن هي تشم نفسها بشكل اقتصادي. أكيد بصعود الرئيس دونالد ترامب حصل تغير كبير جدا في أسعار الأسهم وأسعار العملات وأسعار السلع بشكل عام، لأنه طبعا هو نهجه السياسي قائم طبعا على سياسات نقدية وسياسات مالية أتصور أن هي بتدعم الاقتصاد الأمريكي الداخلي بشكل قوي جدا، هتخفض من الإنفاق العسكري خارج الولايات المتحدة ويتم صب جزء كبير من هذا الإنفاق إلى تطوير البنية الاقتصادية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، خاصة مع فترة عاش الاقتصاد الأمريكي بشكل صعب جدا أدت معه طبعا لزيادة العجز الخاص بالموازنة العامة للدولة، وبالتالي تركيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض الملفات زي دعم الصناعة المحلية، زي عملية خفض الضرائب، زي رفع التعريفة الجمركية، ونشاهد يعني الفيديو الذي يعرض الآن معه إيلون ماسك، يعني وكل يعلم من هو إيلون ماسك، وكون أن يصبح حتى إيلون ماسك أحد الأذرع في الإدارة الأمريكية بشكل رسمي اليوم، يعني أعتقد هي رسالة. أتصور زي ما قلت لحضرتك أنه بحكم أن دونالد ترامب هو رجل أعمال في المقام الأول، وبالتالي بيجذب إليه طبعا أصحاب المصالح والمستفيدين وأصحاب الخبرات في هذا الأمر، فطبعا يعني بتكون البيئة أو الأدمغة تقريبا متشابهة. فزي ما قلت لحضرتك هم بيركزوا على السياسات الاقتصادية التي تثري طبعا الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي الاقتصاد العالمي أتصور أنه يعني بيدور في خضم الاقتصاد الأمريكي. الاقتصاد الأمريكي الفترة اللي فاتت كان بيؤثر على الاقتصاديات الناشئة خاصة بشكل كبير جدا، زي مثلا موضوع رفع سعر الفايدة من الفيدرالي الأمريكي وإنعكاساته على معدلات التضخم على مستوى العالم. فأتصور أنه انتهاج الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة واستعانة الرئيس دونالد ترامب برجال الأعمال من حواليه ده بيدل أو بيؤشر لي أنه هناك اهتمام متزايد لداخل الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي أتصور أنه بعض السياسات سيتم تغييرها خلال الفترة القادمة إن شاء الله على مستوى الاقتصاد الكلي. التغيرات دي أنا شايفها من وجهة نظر أنها تغيرات إيجابية هتنعكس على أسواق المال العالمية زي الأسهم، أسواق الأسهم أو أسواق العملات أو حتى أسواق السلع بشكل عام. طيب كيف ترى يعني التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالتضخم والفيدرالي الأمريكي، ما يتعلق بتثبيت أسعار الفائدة أو حتى التراجع في التوجه نحو خفض أسعار الفائدة، وبالتالي ما يعني أنه سيحدث انفراجة في الأسواق، يعني كيف ترى هذه الخطوة من الفيدرالي الأمريكي؟ هو طبعا يعني زيادة معدلات الفائدة ده بيكون مؤشر خطير جدا على وضع التضخم، لأنه طبعا بتزيد معها معدلات التضخم لأشكال غير مسبوقة. الفترة الأخيرة خلال السنوات الماضية الفيدرالي الأمريكي الحقيقة انتهج سياسة غريبة شوية، أنه لأول مرة يعني يمكن في تاريخه منذ زمن طويل يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة لديه، ومن ثم طبعا كان هناك انقياد من جانب دول العالم لرفع أسعار الفائدة هي أيضا، وبالتالي زادت معدلات التضخم لأشكال غير مسبوقة، وأتصور أن هي كانت جزء من الحرب الاقتصادية العالمية اللي كانت بتديرها الولايات المتحدة الأمريكية وتقويض الدول في هذا الإطار. زي ما قلت لحضرتك انتهاج دونالد ترامب لأنه عايز يدعم الصناعة المحلية، بالتالي ده
يستلزم ان هو يؤدي الى انخفاض اسعار الفايده. موضوع خفض الضرائب وده جزء من السياسه الماليه الجديده اللي بينتهجها ترامب سواء في الفتره الاولى لما تولى قياده الولايات المتحده او حتى في برنامجه الاقتصادي في الولايه الحاليه، وكانت هناك يعني ثروات بتتكون لدى الاسره الامريكيه بشكل عام نتيجه طبعا انتهاجه لخفض الضرائب على عكس السابق ليه. موضوع رفع التعريفه الجمركيه ده ايضا جزء من الحمايه او الجزء من الحمايه الجمركيه او السياسات الحمائيه اللي بتنتهجها الولايات المتحده الامريكيه في عهد ترامب، ان هو بيحمي الصناعه الوطنيه، ومن ثم طبعا ده يعني بيدعم النقطه الاولى اللي هي دعم الصناعه الوطنيه بشكل عام. السياسات الاقتصاديه الجديده لدونالد ترامب وانه بيستعين فيها باكبر رؤوس الاموال في العالم وبيجمع حواليه طبعا ايلون ماسك على سبيل المثال وهو اغنى رجل في العالم والرجل المتحكم في التكنولوجيا العالميه بشكل اولي، فده طبعا سياسات بتنتهجها طبعا الحكومه الجديده واستثمارات اكثر في ان هم بيدعموا قطاعات اخرى ومن اهمها طبعا قطاعات الطاقه وقطاعات الفضاء وقطاعات التكنولوجيا وقطاعات المال بشكل عام، وده طبعا تاثيره هيكون بالغ الاهميه وسريع ايضا مردوده على الاقتصاد الكلي الامريكي بشكل عام ومن ثم على بقيه اقتصاديات العالم خلال الفتره المقبله. نعم، اشكرك شكرا جزيلا ضيفي من القاهره الدكتور محمد باغا استاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا لوجودك معنا الليله. ومشاهدينا الكرام بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، نشكر لكم طيب المتابعة، على رأس الساعة تلتقون بالمزيد من التغطيات الإخبارية، تفضلوا بالبقاء معنا.